السلام عليكم، شرحوا لكم نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام، يا صباح الورد ويا صباح الفل والياسمين. ديما نبدا فيديوهاتي في الصباح، قهوه الصباح اكيد نشاركها معاكم ونعدي نهايري معاكم من الصباح حتى للعشيه. نشوفوا اليوم شنو دبارتي، نشوفوا اليوم زاده شمش نجيب لكم حاجه حلوه هكا مزيانه وسهله زاده اهم حاجه، والفايده ديما نقولوا في البنا. ايا نبداو بالقهوه الصباح، شوف شنحضر شوف شنحضر. عندي العجينه اللي عملتها معاكم في الفيديو اللي فات، معناها اللي قبل الفيديو هذا، كما قلت لكم معناها عملت شطر عجينه مالحه واليوم باش نعملها حلوه. حليت العجينه، واللي تحب تبيع الفيديو هكا نحطها لها في صندوق الوصف الا ترجع للفيديو اللي قبله. حليت العجينه باش نعملها كرواسون اليوم باللوز، زدت لها حاجه بركه العجينه بتاعي اللي هي الزبده، يعني حليتها فوق لوجاق، حليت لها الزبده وطويتها 4 طويات وحليتها بالفرينه اكيد. ومن بعد باش نقصها كيما هكا مثلثات ونعمل كرواسون عادي، تحبوا تعملوه بالشوكولا بالمعجون باللوز كيما تحبوا نتوما. كيما قلت لكم عجينه ياسر مزيانه تمشي للمالح والحلو، وبيتها ليله بركه معناها في الفريجيدير كهو. اما قبل ما نبدا معناها في العجينه نتاعي ديما نخرجها ونخليها بحراره الغرفه، تكون هكا معناها ما تكونش بارده بالطبيعه باش تنجح لك العجينه من بعد كي تطيبها. وكا حاسي لو قسيتهم كيما هكايا، عندي لوز وشويه سكر حطيت في وسطها وأكاهو، معناها نحب واني باللوز الحقيقة. وشنو آخر، من بعد باش ندهنهم أكيد بالفاس العظمة ونحطهم في الفور يتيبوا على 180 درجة. سخنت الفور قبل بوقت أكيد، وأكاهو هذولي الفطور الصباح حضرتهم، عملت قهيوتي. نعطيكم زادة من بعد دبارتي سهلة اليوم الحقيقة في الفطور، باش نعمل الفطور صيفي بالدجاج اليوم، تو نوريكم الطريقه. وباش نشارك معاكم زيدا كعك، كعك اللي تعرفوه زيدا نتوما قبل ممكن عملته في قناتي، اما اني توحشت عندي عليه مديده خاصه مع قهوه الصباح، قلت خلينا نعمل كتبيق مزيان معاكم ونشارك معاكم احلى وصفه للكعك الساهل اللي نقولوا احنا لا ماكينه لا حتى شيء. اي خليني ساعه كامل ننظف ونرتب الدنيا ونعمل قهوتي كما العاده، قهوتي بالكيف والفن والدن. المهم ديما نحب نشكركم في الفيديو نتاعي، نقول لكم ديما كلمات مزيانات لكم انتوما، خاطر بالحق بارك الله فيكم على كلامكم على تعليقاتكم المزيانه اللي موجوده على انستغرام، موجوده زيد على الباج فيسبوك وخاصه على قناتي. ربي يبارك لكم محليكم محلى كلامكم اللي ديما مفرحني هو اللي مشجعني، كان غبت عليكم راهو لظروف وكا ولا اكثر الاقل. وساعات نقول خاطر احنا مازلنا كي خرجنا من رمضان والناس فاده من الكوجينه وقلقه وكل شيء، هذاك علاش اني نبت عليكم هالايامات نخليكم هكا ترتاحوا من الكوجينه شويه، نبداو نرجعوا للريتم الحياه نتاعنا بشويه بشويه. حاسيلو لهنا القيده مزينه في التراس، التراس عندي فيه زاده مفاجاه ان شاء الله نحضرها الايامات الجايه، ما نحبش نقول وقتاش، قاعده نحضر في حاجه في التراس نتاعي ان شاء الله تكتشفوها معايا زاده، خاطر اني بيدي مازلت قاعده نحضر ديكور مزيان وان شاء الله يا ربي يعجبكم ونشارككم اكيد كل شيء معايا، معناها اي حاجه نعملها في داري معناها. المهم اليوم يا سيدي باش نعمل الدجاج الباني هذايا، رحيت زر دجاج كبير شويه، رحيت معاه شويه بصل شويه معدنوس، هذا للفطور تنجموا تعملوه والا للعشاء كما تحبوا، معناها مع سلايطه مشويه سلايطه تونسيه دجاج باني محليه وتحبوا بنوتي برشا زاده. المهم باش نكمل نفوح الدجاج بالهريس العربي، ملح فلفل اكحل شويه تيبل وكرويه كان حبيت، واميني باش نستغنى عليهم اليوم على خاطر الهريسه ريحتها قويه برشا باللفاح، باش نحب الوصفه نتاعي تكون خفيفه. تحبوا لهنا تزيدوا جبن مرحي، تزيدوا اني الحقيقه رغم اللي عندي في الفريجيدير اما نسيتو جمله. باش نزيد عظمه في وسط الوصفه نتاعي، وباش نحط الخبز المرحي اليوم، عندي برشا انواع من الخبز المرحي. الخبز المرحي الحقيقه جاني كميه كبيره المره هذيا من انواع الكل، الخبز المرحي بالكركم بالكليل بالزعتر، اليوم باش نستعمل خبز المرحي اللي بالزعتر. والله هذيا جاني راهو الحقيقه بتاع ربي، معناها ولد صاحب امي معناها الحقيقه يبيع الانواع هذيا الكل نتاع الخبز بكل النكهه اللي عنده موجوده خيرته بركه، يبيع بتبيع للمزارع للمطاعم برشا اماكن معناها بالجرو خاصه، معناها يبيع بتبيع اللي تحب تشري كميه به خاصه من الخبز المفوح والبنين. نحط لكم رقم الهاتف نتاعو في صندوق الوصف، الحقيقه جيب لي حتى للدار معناها كميه مزيانه من انواع الخبز خاصه النكهة هيت المتعدة معناها، وخاصة فما زادة خبز آخر بالجبن كيما قلت لكم بالكليل والزعتر، واليوم باش نستعمل في الروسيت نتاعي الخبز اللي بالفيح الزعتر. حاسيلو ربي نجح كل إنسان يخدم على روحه، إن شاء الله ربي يوفقه بالحق، مشروع ناجح إن شاء الله يا ربي ينجح كل إنسان يخدم على روحه وربي يوفق الجميع يا رب العالمين.
حسيلو نكمل توا نخلط هالدجاجة ذي معك العظيمة واللفاحات وكل، ومن بعد باش نزيد لها كان مغرفة فريرة جوست باش نلمها وكاهو. وإلا تنجمو تزيدو خبز مرحي كيما تحبو، كان لقيتوها بطبيعة جارية، كان لقيتوها متماسكة سافا، أي زيد كان مغرفة فريرة أكاهو باش نلمها توا. هون حضروا نقليهم وحضرة ديجا سلطة تونسية متانا عملتها، وعندي سلطة مشوية في الفريجيدير، هذاك هو فطورنا اليوم. وتنجم راهو تصغروا في الحجم متاع الدجاج متاع اليوم، كان عندك مثلا مناسبة عندك ضيف باش يجيو بحذيك، تعملهم هكا كويرات صغيرات مزيانين محليهم، تحطهم هكا بالكردون، تحط معهم شوية جبن وزيتون، معناها كتقديمة معناها. اما هذه هي الحشوة اللي احنا ديما نحضروها، كان حبيتها كما قلت لكم لضيفكم هكا تزينوها وتعملوها هكا بشكل تحفون، والا تعملوها كيما الي كيما اليوم في الفطور حجم هكا كبير شويه. نكمل توا نحضر فطوري باش نعمل فيسع فيسح كيما قلت لكم باش البشكوت، والبشكوت الساهل لا ماكينه لا حتى شيء، وملا بنا جاني فيه. وديجا كيما قلت لكم راني عملته معكم ذول قبل قبل قبل، تذكرت اليوم قلت علاش ليه، خاطر راني ديما نمشي لدارنا هكا وكل شيء ونعمل لك القهوه بحثيها، قلت هاي تو نهزو في يدي من بعد نعمل قهوه في العشيه ونعمل قايده مزيانه مع الوالده. حسي لصحابي كملت حضرت كل شيء، يعني حضرتهم كدجاجات ديما نحضروهم قبل ومن بعد نقليوهم به. حسي لو بعد ما كملتهم نعطيكم الريسيت نتاع البشكوت. واه كملت لهنا قليتهم، ماذا بيكم نوصيكم معناها حاجه ما تقليوهمش على نار قويه، نار متوسطه تسخن الزيت وما تنقص على النار الوسطانيه باش يطيب طبيعة الدجاج اللي في وسطه، ما فيش يروح هو في ما يطيب، اما لازم هو كيطيب في بالباهي معناها. حاسيل بعد ما كملتهم اكيد حضرت الطاوله وقعدنا وفطرنا والحمد لله على هالنعمه. وتو نعطيكم الريسيت نتاع البشكوتو، شوفوها محليها، واكيد اللي جربوها قبل يذكروها خاطرها سهله في نفس الوقت بنينة أكيدة. أي نبدأ بسم الله، أول حاجة ناخذ ذاك الصحيفة باش نحطها. حضرت زوز عظيمات اليوم باش نستعمل زوز عظيمات، باش نستعمل سكر فانيليا زيدة وباكو خميرة، وباش نستعمل زيدة اليوم 120 غرام سكر، سكر عادي، 200 ملتر زيت نباتي. بالنسبه للفاحات اليوم باش نستعمل بسبيس حبه حلاوه وقشره الليم باش نبرشها من بعد، والا كان عندك البودر معناها الليم المرحي نتاعنا. هي جلجلين بطبيعه باش نزيد نحط في وسطها، ومن بعد نقول لكم هو اسمه كعك الجلجلين. هذه اول حاجه باش نبداو بها، تنجم هنا تستعمل ركاله كان حبيتها، ما نمشي نستعمل يدياتي. زوز عظيمتك هاو في الروسيت نتاعها اليوم، تعمل لك زوز طبوقه كان الحجم اصغر شويه، معناها اني تبارك الله عملت كعكه كبيره قدشنيه اما نتوما عملوا حجم صغير وتعمل لك زوز طبوقة هك زوز عظيمات هذوكم يعملوا لك زوز. بالنسبة للفرينة تسحق لك كيكة 500 غرام فرينة. قعدت نركض في العظام بالكدا بالكدا مع السكر وسكر فانيليا مليح 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 لتبدل حتى اللون شوية أكيد. ومن بعد نكمل نصب الزيت اللي كيما قلت لكم قياسه 200 ملل زيت نباتي
وماذا بيكم نباتي خير بصراحة على حسب تجربتي، كان عملتوا زيتونة راهو يجيكم قوي. أنا اليوم استعملت النباتي جاني خفيفك محليه محليه. حسنوا صبيت الزيت كيف كيف، نصب ونركض نصب ونركض حتى بالركاضة تجيك به راهو، خاطر كبدة مركوض يجيك شوش أكثر. المهم باش نكمل توا يا سيدي بالسيدي، نحط لفحات اللي هما كما قلت لكم حبه حليوه وسيلو، مش سينو لا، حبه حليوه وبسباس. شديت كعيبه الليم برشتها هكايا، والا تحطوا مغرفه صغيره متاع قهوه من بودر قشور الليم، يبان برشا بتبيع القشور الليم في البشكوتو. بعد ما برشتها حطيتها كي شويه، ومن بعد باش نكمل نحط عاد الفرينه اللي باش نخلط معاها باكو خميره. نعطيكم المكونات هكا بالتدريج بشويه بشويه واكتبوهم. اول حاجه تاخذ زوز عظمات، تاخذ 120 غرام سكر، سكر فانيليا قيسها 10 غرامات والا مغرفه صغيره متاع قهوه سائله كيما تحبوا. تركضهم مليح مليح مع 200 مللتر زيت نباتي، تخلطهم بالكدا. ومن بعد تبرش كي برتقاله كيما اني عملت توا، حطيت كيما لهنا البسباس والحبة الحلاوة. باش نزيد نحط الجلجلين اللي معرج معنية مقلي وحاضر، باش كيكا حتى كميشة وبرا باليد بالعين وكها، ومش لازم بالقيس، ما كان حبيته بالقيس حط 50 غرام لا. خلط مليح مليح باش ناخذوا توا 500 غرام كيكا فارينة، ومخلطة معها باكو خميرة حلويات اللي قيسها 10 غرامات. واضح واضح، ديما نخلطوا الخميره مع الفرينه. الفرينه لهنا من المستحسن تكون مغربله، كان حبيت ما حبيتش زيد عادي راهو تتلم ولا باس عليها وما يجرى لها شيء، صبوا خلطوا بقدره ربي لاباس. المهم لهنا اول حاجه كي تبدا تصب في الفرينه، حاول انك تركضها شويه مع العظم ريتوها الدخله الاولانيه ذيك، ما تستهنش بها تقولش ليه تنصب على بعض ونلم وكها، ولا حلوه الفازه انك تصب شويه من اللول، تخلطك المكونات مع الفرينه، ومن بعد تلم العجينه نتاعك وشوف تستحق 500 اقل كل واحد ونوعيه الفرينه اللي باش يستعملها في الروسيت نتاع اليوم. معني انت صب الفرينه وخلطين تحصل على بات مزيانه متماسكه محليها ومحلى زينه، باش نوريه لكم بعد ما نكملها. فهمتوني، ساعات ما نحبش نقول حتى قياس الفرينه قداش، ديما نقول عينكم ميزانكم خير، اما هو بالنسبه لي اني 500 غرام تشرها تعمل لك زوز طبوقه ما شاء الله. وجربوها الروسيت نتاع اليوم وتفكروني، على خاطر سهله ومن غير ماكينه لا حتى شيء، بشكوت وباهي. اني نشكر فيها ونعاود الروسيت، خاطر عملتها قبل وقعت مدمن عليها، معناها هذيك هي اللي تعجبني، معناها خاطرها مش متعبه بصراحه، معناها هيك علاش، واني ما نحبش الحاجات الصعيبه وكل ماكينه وقعد اخدم وكل ليه هذيك الكل، ما نولي نفنش انا ما عادش نحب الحقيقه نتاع ربي، اني نحب الحاجه سهله وفي نفس الوقت زاد تجيني بنينه. حاسلو تو باش نستعملو اكيد يدينا، يدينا هي اللي باش تحكم على البات انها سي راهي حاضره. ونصب الفرينه ونخلط لين تحصل هكا هو على عجينه ماشي يابسه برشا لرطبه هكا متوسطه كيما هكا تتلصق في يدك شوي. تو اللي باش يشدها هو الجلجلين، يعني باش نرش الجلجلين، والا تحبوا لوز تحبوا لوزه اعمل لوز كاكاويه، يعني هروش اللوز والا هروش الكاكاويه وحطها فوق لوجق في بلاصه الجلجلين. احنا ديجا حطينا في وسط البات في معناها في وسط البات جلجلين، نجم تستغنى عليها وتعملوا باللوز، معناها عندك حريه الاختيار مش ملزوم عليك معناها تعمل بالجلجلين. حسيلو حطها كي مديت القلب نتاع اليويو، حبيت نقصهم دوير دوير، ومن بعد عملت مديت القلب نتاع الغريبه، حسيلو شكشكتو هاك طبق اشكال والوان. المهم حاجه ناكلوها في الدار احنا، وشنو احنا باش نغطسوها في القهوه ونشربوها في فطور الصباح. تجربوها حسيلو بالصحه والفرحه ان شاء الله كي جربتوها. حسيلو كملت هكايا، قسيتهم مديت ورق الزبده اكيد باش نحطو في الطبق نتاعي. هذيا كيفاش باش يطيب عاد؟ سخنوا الفور قبل الوقت اكيد بدرجه كيكه، تخليو الفور نتاعنا يسخن على 180 درجه، ما تحطش الطبق والفور بارد، هذه مهمه باهي، معناها سخن الفور ومن بعد تحطو. ونصيحه انك تعمل بزايد طبق اخر خير، خاطر باش تجي الكعبه مرتاحه وما تلصقش لختها، خاطر فيها باكو خميره ما تسحمهاش. اني ديما نغلط نفس الغلطه ونستعرف معناها ونقولها في الفيديو، راني اني بخلت باش نعمل طبق اخر وحطيتهم كيكه لاصقين لبعضهم باش كيف طابوا هنا لصقوا لبعضهم. للامانه نقولها وكهو، انتوما ليه ما تعملوش كيفي، اعملوا طبيق اخر بالراحه هكايا، وبتبيق بتبيق طيب على روحك هكاك مخي قال لي لا لا حط مع بعض وانت من بعد كيف يلصقوا بعدهم على بعضهم. والصراحه راحه.
حاسيلو هكاك حليتهم كي من هكا تكس استوي بالقلقال وما تعملهاش رهيفه، عبلها خشيله شويه كيكا زوز سنتي ولا ثلاثة سنتي تبدا برج خشين وسمين هكا ودبدوب داكور دو نحبني باش كنتو الخشين تحبوه رهيف باش يجيكم ياسر رهيف، عملوه خشين هكا ومزيان وصغروا في الكعب عديني راني عملتها كبيره راهو شوفوا محليهم والله يشرهوا جيو حاسيلو طيبتهم. بعد اخر حاجه ختمها مسك ما احلى كاستي نكمل القادم تي ونقعد على روحي، والعشيه ديما في العشيه ولت مدمنه على القهوه نتاع امي، لازم مش نعمل قهوه بحذها لازم. أقل هنا عملتهم على شكل وردات صغيرونات كما قلت لكم نعود نذكركم سخنوا الفور قبل على 180 وبعد طيبوهم تاكلوهم إن شاء الله بالصحة والفرحة. ولهنا قريب نوصل نهاية الفيديو نتاع اليوم، نهاري هيك هو عديته معكم أصدقائي وأصحابي وحبيبي الناس الكل اللي تكتبوا لي فك التعليقات اللي عمري ما ننسيكم، خاطر بالحق لولا كلامكم العسل خليني هكا متشجعة وفرحانة. حاسيلو خرجت طبيق هنا من الفور لاصق لبعضه أكيد كما قلت لكم بعدتوا على بعضه حطيته في حكايكة هزيت صحين أكيد لأمي وبابا وعديت عشوية مزيانة بحذيها، وهذا شكل البشكوت وهروش هكا محليت قرمش قرموشة بنا بنا جربوها روسيت وتذكروني به. حاسيلو صحابي باش نعمل كويس تي توا وباش نسلم على احلى ناس اللي هما نتوما، بوسه كبيره نستنى تعليقاتكم على الفيديو اكيد اللي نقدك نستنى في كلامكم العسل، ربي يحميكم ربي يحفظكم ربي يرزقكم ان شاء الله الوقت الطيب، ان شاء الله ديما تكونوا معايا بتشجيعاتكم ليا اكيد، ربي يحفظ لنا وليداتنا اللي في الغربه وربي يسترهم امين يا رب العالمين. اي نخليكم توا نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك.